كازا منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادوا لنا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كاين. ديكاجي ماشي قادر المسؤولية يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. أعزائي مشاهدي قناة العصر، سلام الله عليكم وحياكم الله. إذا عرف السبب بطل العجب، قالت العرب قديما. عندما يصبح أو تصبح كلمة السوقية هي السيدة في تصريحات رئيس أكبر هيئة تنفيذية للبلاد، وعندما يصبح المسؤول مهرج بامتياز، عندما تغيب الشفافية، وعندما تغيب المسؤولية والمحاسبة، ويغلب على المشاريع والتسيير منطق الشكارة. ماذا عسانا نقول عن المستوى المنحط الذي بلغه الخطاب السياسي في الجزائر؟ ألم يصرح السيد سلال من باتنا لما سئل عن المشاريع بقوله أنا جئتكم بالشكارة، ولما سئل عن المشاريع والتسيير قال مهمتي هو الإتيان بالشكارة، وبشأن التسيير والمراقبة يقول وأنتم دبروا راسكم تحبوا ترموها وتحبوا أو تحبوا تشيروا بها حوايج. ألم يصرح أن الوقت قد حان ليعود إلى العاصمة من أجل حراسة البوتيكة لأن مولاها غايب؟ يصدر هذا الكلام عن مسؤول يعتبر رئيس بالنيابة للبلاد تعداد سكانه 40 مليون مواطن. إذن فبعد أن وصف يحيى البلاد بالكباريه الكبير، ها هو سلال يشبه الجزائر بالكشك أو البوتيكة. كيف نفهم منطق تفكير سلال عندما صرح بأن الرئيس مريض ولكن لا بأس عليه؟ عندما يتمهن المسؤول أو يمتهن المسؤول الجزائري مهنة التهريج السياسي ويصبح بقار، وليعذرني المشاهد أنني أصبحت اليوم كذلك على دين سلال. أليس تدني المستوى رجال الحكم في الجزائر وعدم احترامهم المواطن وعدم الغيرة على البلاد وللتذكر أو لذاكرة الشهداء بل وإهانتها هو ما يدفع المسؤول الفرنسي أن يمد رجليه بدون حياء ويصبح الرئيس الفرنسي هو الرئيس الفعلي للجزائر أو على الأقل الناطق الرسمي باسم الدولة الجزائرية؟ ألم يخبرنا هولندا هذا الأسبوع عن حالة رئيس الدولة الجزائرية؟ أليس تدني مستوى مسؤولين وعدم القدرة على تسيير حتى بوتيكا كما جاء على لسان كبيرهم هو ما جعلنا أضحوكة الأمم وتنكيت الشعوب علينا، وأن الله قد ابتلانا بحكام وشر البالية ما يضحك؟ ألم تتحول السلطة الجزائر إلى سيرك عمار وأصبحنا نحن مثل الشاهد ما شافش حاجة أو مثل الأعمى الذي يمشي في الزحمة؟ نسمع منكم بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. حرك المرميطة عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيك عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيك عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيك ديرونا فوضى نقلبوا الديمينو الرذا يكون جاهز. حنا مسلمين مكتفين ما نحوسوا على حتى واحد. السما زربوا الحرصافي توكلك الحديد خلاص ما تخرجش نجي كما تاع الوستان هذاك تيري ولا نتيري. احنا ماناش حكومه تاع بطاطا تمشي بالتكتوك تمشي احنا ماناش حكومه تاع بطاطا تمشي بالتكتوك تمشي وحنا نطلبوا كثير على الدوله تذكير 50% هذيك باطل الصحه باطل المدرسه باطل الاخر باطل يبطل يوصل النهار وان يبطل دونك واحد لابد يكون ياخذ حسابه مليح كما يقول الاخر الرب سبحانه ما يحبش اللي اكزاجيرو بزاف دونك واحد يمشي بالعقل حسب قيسو كما يقول الاخر الرب سبحانه ما يحبش اللي اكزاجيرو بزاف دونك واحد يمشي بالعقل حسب قيسو كي يعود المدخول كاين نشري البنانه ونشري الياورت الحمد لله عندنا باش نعيشوا وناكلوا عده سنوات ما تخافوش منها ولكن ما نكثروش وما تاكلوش الخروف بزاف حتى الحضاره الاسلاميه بدات
لا تعرفني كذاب انا، لا تشمشتني كذاب انا كذاب انا. نقول حاجه راهي مبنيه على الصح، مانيش مال فين كذب. اهلا وسهلا بكم معنا. عندما تصغر العظائم في عين الصغير وتصبح الدولة تشبه بالكشك، ويصبح منطق الشكارى هو المسير، وتغيب المسؤولية والتخطيط، يتيه المواطن وتضيع الحقوق، ويصبح الهرج والمرج سيد الموقف، أليس ضعف المستوى وانعدام الكفاءة هو سبب التهريج السياسي الذي نشهده اليوم ونتيجة حتمية لما وصلت إليه أوضاع البلاد والعباد؟ وإن عرف السبب بطل العجب كما قالت العرب. وأهلا بالمكالمة الأولى، وهي من عند سي. ألو سي جمال، نبدأ بسي جمال من عفرون. الحاج جمال من دائرة العفرون ولاية البوليدة باسمي. أهلا بك وسهلا سي جمال. باسمي الشخصي وباسم اللواء محمد التوفيق. يرحم والديك سي جمال. سي جمال سي جمال. نعم. ما تخسرناش السهره تاعنا، يرحم والديك، بالاسماء اللي مش حابين نسمعوها اليوم. ايوه انا ادخل على شرب الموضوع. نعم. ان شاء الله كل ما يجري في الجزائر، الاوضاع سواء الامنيه او الاقتصاديه او اي شيء كان. نعم. اولا الوضع الامني الان هو احسن عما كان عليه في التسعينيات، هذه نقطه. مش نحكيو على الوضع الامني اليوم سي جمال، انا ما خرجش عن موضوع مرحم والدك، انا نحكي على التهريج السياسي الذي نشهده اليوم. هل المسؤولين الذين المسؤولين الموجودين في الجزائر، يعني التهريج السياسي تاعهم والكلام السخيف والكلام السوقي الذي نسمعه من مسؤولين في الجزائر هو الذي جعل مسؤولين الفرنسيين يمدون ارجلهم على الجزائر وعلى الجزائريين، واصبحوا هم مصدر الثقه عوض ان يكون مسؤولين الجزائريين مصدر الثقه؟ هذا هو الموضوع تاع اليوم اللي بدا بيه تكلمني فيه. أنا لن أقبل كل ما يأتي من فرنسا ويتدخلون في شؤون الجزائرية أو في شؤون الدولة بصفتي كمواطن وبصفتي كعضو في جهاز دون ذكر هذا الاسم. أنا شخصيا لن أقبل تدخل سواء كرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أو الوزراء الفرنسيين، لن يتدخلون في أرض الشهداء، لأن أن هذه أرض الشهداء هي مسقية بدماء الشهداء رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنان. ولكن هذا ما يحدث، ولكن هذا ما يحدث. المسؤولين ومسؤوليك الأول، مسؤولك الأول هو موجود عندهم في ثكنة عسكرية للراحة. لولا حبي لهذا النظام في الدولة الجزائرية وفخامة الرئيس الجمهورية شفاه الله وعافاه، قائد الآن القوة المسلحة وقاضي الأول في البلاد، نعم هو يعالج في فرنسا ولا ما يعالج في الجزائر. سي جمال، نعم اسمح لي يا أخي الكريم، لو تكرمت بصفتي كمتصل دائما عبر قناتكم المواقرة، نعم أنا أؤيد العلاج، لكن كل من ينتقد فخامة الرئيس لماذا يعالج في فرنسا والمقيمين الجزائريين إخوان الجزائريين، أقول لهم فإن لم أنتم تحبون الرئيس يداوي هناك، لماذا أنتم موجودون هناك؟ هذوك الناس مواطنين، هذوك أرغمتهم الظروف إلى الهجرة، وكان يعني جات يعني بلدنا مليحة ما يبقوا في الجزائر. اسمح لي، ولكن هو رئيس الجزائريين، هو الأول المشروط عليه يعطي المثل. نعم نعم نعم، أنا لا أخفي هذا يا أخي الكريم، أنا معك، نعم الرئيس هو موجود في فرنسا، لكن كل من يتحدث فخامة الرئيس ويقول لماذا يعالج في فرنسا، وأطلب من المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا عليهم أن يحملوا أمتعتهم ويغادروا فورا، وكل من ينتقد رئيس الأولى لك أنت يعني تحبذ يعني أن بقاء الرئيس يعني موجود في الخارج وموجود. نعم. في ثكنة عسكرية يتداوى في مستشفى عسكري. نحن نعم. نحن اسمع لي سي جمال، نحن لا نلوم صح، يعني ما نتكلمش على الصحه تاعو، يعني المرض من عند ربي موش من عند العباد، ولكن نعم. التداوي في 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 مستشفى عسكري فرنسي هذا ما نلومه عليه. والله وكان راح يعني يعني راح لسويسرا او راح الى المانيا او راح الى امريكا لا نلومه. نعم. على ذلك، ولكن التداوي يعني عبد النور، لو عدنا لديننا حليف دين الاسلام، اعزنا الله بالاسلام. خذرني شويه بالاسلام. اي نعم بدون خذرني شويه بالاسلام، اعطيني شويه افيون بإيجاز.
اولا يا اخي الكريم، الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتعامل مع اعدائه مع اليهود، هذه نقطه اولى، وكل من يتقد الرئيس بقاؤه في مستشفى عسكري او يعاقب. اوكي، يعني شبهت لي الراس، شبهت لي يعني انا اظن ان اخ خاتم الانبياء هو محمد عليه الصلاه والسلام، مش بوتفليقه. عليه الصلاه والسلام سي بروفيت مسيو محمد، بروفيت محمد لو ديني لي بروفيت دون لي بروفيت سي محمد ان اسلام. بون بريمير دي شوز، هذا البند الاول. البند الثاني يا اخي الكريم، هم ينتقدون مجيء فرانسوا هولاند الى الجزائر، على المقيمين الجزائريين في فرنسا ان يرحلوا من دوله فرنسا ما دام هم كما يقولون في الجزائر هم ياكلوا في الغله ويسبوا في الملة، عليهم ان يرحلوا من فرنسا ويدخلون الى الجزائر الام. كل من ينتقد مجيء فرانسوا هولاند الى الجزائر عليهم ان يرحلوا فورا. هذا جمال حموده من دائره العفرون متصل دائم عبر قناتكم، وامثل واؤيد النظام الجزائري. من اعطاك التمثيل سي جمال؟ ما اعطاك التمثيل؟ من اعطاك التمثيل يا اخي الكريم؟ من قرطاج ولا مدين؟ شكون اعطاك التمثيل سي جمال يا اخي الكريم؟ لولا تدخل المخابرات الجزائريه بقياده محمد بن التوفيق مدير جهاز المخابرات الجزائريه والنظام، لولا هذا الجهاز ما حل الاستقرار في الجزائر، ما زال الارهاب. اذا سي مدين وسي قرطاجي ايد فرنسا، اذا الرئيس تاعهم هو فرنسي؟ اذا لا الرئيس جزائري ومجاهد. لك تقولين نأيدو، احنا نأيدو بقائه في الثكنه العسكريه. انا اتحدث لي زان فاليد، على بالك واش معناتها لي زان فاليد سي جمال ولا لي زان فاليد؟ على بالك واش معناتها لي زان فاليد؟ مؤسسه لي زان فاليد في فرنسا. سي بيان كو لي زان فاليد هي المعطوبين للحرب الفرنسيين. لازم تكون فرنسي، لازم تكون فرنسي باش تكون ثما، لازم تكون يعني قدمت خدمه للفرنسا باش تروح لثما. يا اخي الكريم انا هذا خطر كبير، هذا كلام خطير راك تقول فيه. لا ليس خطير، هو رئيس جزائري ومجاهد ويداوي في فرنسا. كل من ينتقد الرئيس على المقيمين او المعارضين ان يرحلوا من فرنسا. شكرا لك سيدي، راه مسمعوك، راه مسمعوك ويحلوا موقف تاع عكسي المقيمين بفرنسا. سي جمال المؤيد لبقاء وذهاب فخامته الى لانفاليد بفرنسا. شكرا لك سي جمال على هذه المكالمة. ناخذ مكالمة إلياس من الجزائر. سي إلياس أهلا ومرحبا بك. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سي إلياس يا أخي عبد النور. أهلا ومرحبا بك يا أخي عبد النور. وش راك لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، الله يسلمك أخي عبد النور. الله يحييك، والله نحييك يا أخي عبد النور، والله بارك الله فيك يا أخي على التدخل تاعك هذا. يا أخي عبد النور، اول واش نطلب انا والله نطلب نورمال ما يوضحوا لنا والفاتورات تاع العلاج تاع الرئيس يا اخي، هذا من حقنا نعرفوا. نورمال ما واش كي انا نقول الاخي جمال كيف رئيس جمهوريه جزائريه يروح يعالج في فرنسا يا اخي في سبيطار تاع معطوبي حرب يا اخي، كما قلت انت راهو هذا قدم لهم خدمه جليله يا اخي. وبالمناسبه يا اخي عبد النار، يعني زيد ولات لي حاجه يا اخي، شوف المديونيات تاعنا لما ينحيوها يمسحوها لافريق ويزيدوا يمسحوا العراق ويمسحوا اليمن. يا اخي العراق هذا واليمن راهم هما اللي قاعدين يقتلوا لنا في اولادنا ويقتلوا لنا في السنيين يا اخي عبد النار. واش قلت يا اخي؟ نعم. شوف المديونيه يا اخي عبد النار مسحوها لافريق والعراق. انت العراق رئيس الاوبك يا اخي، كيف محتاج هو والشعب؟ احنا عندنا ضايع يا اخي عبد النار. يجي السلال يقول الخير كاين وياكل البطاطا وياكل البنان وماهوش محتاج. لا لا يا اخي عبد النور، الشعب راهو محتاج. والصداقات مثل الديون للدول الافريقيه والعربيه والصداقات لصندوق النقد بالمليارات وزياده النواب ومسكين مسكين المواطن يعني يسمع من الرئيس الفرنسي اخباره. هذا هو يعني اصبحنا هذا هو اصبح الحال الجزائري. بارك الله فيك اخي عبد النور، احنا لا ابواب شهر رمضان يا اخي عبد النور راهو الشعب ضايع. والله الشعب ضايع يا اخي عبد النور، احنا على ابواب شهر رمضان يا اخي. ونتمنى نطلب منك يا اخي عبد النور يعني كون تجيب لنا موضوع، احنا على ابواب شهر رمضان تجيب لنا موضوع تاع العمره والحج على الشيخ برابا الشيخ برباره هذاك. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه بارك الله. وفيك بارك سي زهير على هذه المكالمه. ناخذ سي عبد القادر من الجزائر. سي عبد القادر اهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سي عبد القادر. يحييك الله ويجزيك، أولا بسم الله الرحمن الرحيم.
أولا أهني مجلس الرجال الأحرار لحركة رشاد اللي راه يقام في لندن، ورانا قلوبنا راه معاهم ورانا في أمل إن شاء الله. أما فيما يخص الموضوع تاع اليوم، يعني هو في حلقة من حلقات يعني الكشف عن النظام هذا الفاسد والبائد إن شاء الله، ولا محل يعني تعقب على ما قاله الأخ من عفرون وأنا من العفرون، وهو على هذا التدخل أولا، وأشكره على ما لديه من أفكار، يعني أفكار يعني كما نقولوا إحنا مفبركة وأفكار تغليف. هو قال أنه مجاهد يداوي في فرنسا، وأنا أعترف بهذا الحديث وعلى لسانه أنه مجاهد في فرنسا، يعني ذلك أنه مجاهد فرنسي، لأنك في عبد النور عندما قلت له النظام فاليد ما يداويش فيه غير الفرنسي راك أحسنت وأصبت، ولكن الناس هذو ما يفهموش يعني اللغة محتوى الأفكار، بل هما يتكلمون على وجه اللسان، وهذه حجة دامغة لأنه هو على لسانه قال مجاهد يداوي في فرنسا. هذا روع طارف يعني بأنه سي بوتفليقة مجاهد فرنسي، لأنه ما من راه واتقابع في ميزان فاليد، ولا يدوي ميزان فاليد، وميزان فاليد اللي ميسي الحوش بها إلا لكمباطن فرنسي. هذا ما يراقب على كلامي. أما إذا تحدثنا على يعني نصوص يعني السياسية لرئيس بوتفليقة، أنا نقول إذا تكلمنا على المادة 88، لماذا لم نتكلم عن المادة التي تمنعه من ترشح لأنه غير متزوج؟ ولهذا نقول أن مواد الدستور ما هي إلا ديكور ينتظرون الضوء الأخضر من فرنسا لاختيار ممثلها لمقاطعة الجزائر. وأقرب تفريقة من ضمننا يعني ربي سبحانه وتعالى يقضي أمره إن شاء الله، وعندنا رجال اللي راهي كي يعني تخدم في الخفاء من رجال الجيش المخلصين، من المخابرات المخلصين، من راهو كاين ما نخافوش، وعندنا رجال إن شاء الله، وهذا أكيد سي عبد القادر ينصر الحق على الباطل. نعم أنت سي عبد النور. نعم تبقى سي عبد النور. أما هذا الحملات هذه تاع الناس هذه اللي راهم يعني يتحدثون عن النظام، انا نعطيهم الحق علاه، لانهم هما راهم يقولوا وراهم يلهبوا معاهم، وهذو الاعوان تاعهم، وهذو اللي يجيبوا المخبرات، وهذو هما اللي راهم يوصلون في المشاريع، وهذو هما اللي راهم يربطوا السم الفوق من تحت، هذا هو متحدث باسك ساكين على الشيء هذا. وحنا الحمد لله نسمى ربنا ويردنا على الطهاره والنظافه والنقاوه، احنا حاشاك وحاشاك ديك حاشا التمعين، احنا ما نورناش من الزبابل، احنا يا رانا ناس اللي نخموا على الوطن والمواطنين والاجيال القادمه. ولكن سي عبد القادر ألم. ان النظام في الجزائر يحب يطبق مقوله الشعوب على دين ملوكها، يعني يحب يصبح الجائب الجزائري كالمسؤولين، يعني الفساد والرشوة وكذا، إذا نصبحوا كامل كيف. شكرا لك سي عبد القادر على هذا. ناخذ الحاج من البوليدة. سي الحاج. نعم أهلا مرحبا بك سي الحاج. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شوف أخوي عبد النور قدرك عالي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا سي والله العظيم يا عبد النور، غير اليوم في حقه فتحتوا الجلسه جاب لي ربي بوليد الحرك، لاخاطش هذا فرنسا في قبل 62 في 61 بعثت كاع ولادها
للتحقوا بتونس وبالمغرب بس لبسوا وهم اللي يصبحوا يحكموا، ولاد فرنسا هم اللي يصبحوا يحكموا، والزريعه تاع اولادهم وتاع اللي كانوا هنا، الحركه اللي كانوا هنا راهم خلاو الزريعه تاعهم. حنايا بوتفليقه نشهدوا فيه باللي كان في الحدود وكان مجاهد وراجل داهيه في الحيله وفي الحكم، ومسمينه جماعته اللي يعرفوه مليح مسمينه حتى بلي ستا ماكيافيل، فهمتني كيفاه؟ ودوك هذيك شوف يا سي يا سي يا سي تشوف من نهار اللي جاء بوتفليقه، انا نقول لك الله يشافيه ربي هو يدبر راسو به، الشفاء ماهوش بيدنا حنايا، ربي هو يدبر راسو به. شوف من نهار اللي جاء سوق اللي فات درتو حصه على الجوامع، شوف انا نقول لك اسوء ولا من نهار اللي جاء ولا اسوء مؤذن، اسوء مقرع، اسوء مدرس، اسوء امام، اسوء حتى الجوامع ولا يخليهم مسخين باش الناس تهرب تنتصر من الجوامع. وزادوا خرجوا حاجه جديده داروا الزوي وداروا الطرقيه زعما هما نقائيين، مانيش عارف انا واش من هذا الهم واش راه جاي في الجزائر. زيد انا نتحدى اي انسان يقول لك انا نتكلم باسم الجزائر، هذا يقول لك انا نتكلم باسم الجزائر باسم النظام، والله العظيم غير هو عدو الجزائر وعدو النظام. لاخاطش ما كاش مكان في الـ في الاداره في الجزائر وين انسان عنده مسؤوليه ولا يتبتق ويقول بلي انا نحمي النظام وما يكون سارق. لو كان يكون سارق والله ما يدخلوه معاهم في الميزه. انا نعرف كل واحد كل قارن يميل الى قارنه. سي الحاج نعم، قيل في المثل الشعبي الجزائري قال لك ما هو حارس على الامانه غير خادعها. نعم نعم، اللي حارس على الامانه غير خادعها. وزيد يقلقهم واحد وليد الفاميليا والاصل والعالم والمثقف يغبنهم غبينه اللي ما فوقاش الحد. ماذا بهم الراعي كيفهم وماذا بهم ماذا بهم الجاهل كيفهم؟ شوف حاربوا مالك بن نبي، حاربوا كاع العلماء اللي عندنا، حاربوهم كامل. كان عندنا علماء مازالوا الان عليك ما ينجموش مساكن يتكلموا، لاخاطش ماشي يخافوا على ارواحهم، ماشي يخافوا على ارواحهم، يخافوا على الكرامه نتاعهم. وحنا هذه الجزائر هذه اللي ولات مهري. سي جمال سي الحاج سي الحاج نعم مهري سي الحاج مهري المرحوم مهري رحمه الله خلى كلمة قال نحن في زمن الرداء وللرداء رجالها. رجالها نعم، للرداء رجالها. ايه خليني زيد تكلم معك تعطي كلام. يرحم بابك يا سي عبد النور. شوف انا نقول لك واحد الحاجة، هذو راهم وخذوا العباد والبلاد. نعم. كنا مهنيين، راهم يجدوا سيوفا، راهم يسرقوا ذاري، راهم يدخلوا لادروك، شكون هذويا؟ شكون هذو يرحم بابك؟ فهمتني كيف؟ هذا اللي يدخل لادروك ويدخل السيبي ويدخل الغبره ويدخل كذا، هذا يدخل السلاح ويدخل الهم ويدخل السيده ويدخل كلش. يرحم بابك شكون هذو راهو يحكم فيهم؟ الشعب راهو يحكم فيهم. الشعب مسكين راه مغلوب على امره. الشعب راهي وشوف انا نهضر الخطره واحد مع واحد المسؤول هكا واش قال لي؟ نعم. قال لي العين بصيره واليد قصيره، يحدق وجب اللي قامت سامي العرقنا واللي راس البلا تاع الجزائر هذه. هذاك الاسير نقولها ونقولها وسمحوا لي، واحد في انسان ولد فاميليا والاصل ما يعبرش. هذاك الحلوف تاع علي هارون وجماعته هما اللي كانوا في السبب تاع الهم اللي رانا فيه، وهما اللي جابوه، هما اللي جابوه بوتفليقه عارفين واش كيف داير، هما اللي جابوه وهما دوك هذيك راهم حصلوا واش يديروا. بارك الله فيك سي. لانهم فرنسا هي تحكم، هي نعم. تحكم ويهضر على ليزيميغري، ليزيميغري لو كان صابوا عليها هنا في الجزائر ما كان مداها لفرنسا. فوالا بارك الله فيك. هو ما تحسنش معاه. بارك الله فيك سي الحاج على المداخله. شويه الوقت يضايقنا سي الحاج، ما حبيناش نقاطعوك ولكن الله غالب. ناخذ سي رابح من قسنطينه. سي رابح تفضل. السلام عليكم يا اخي عبد النور. السلام ورحمه الله وبركاته. شراك اخويا سي عبد النور. والله لاباس الحمد لله. موضوع الحصه يا اخي وش هو؟ والله يعني تحدثوا على المسؤولين او الرداءة المسؤوليه في الجزائر لما اصبحت هذه الرداءة، يعني المسؤولين الفرنسيين حان وقت ان يمدوا رجليهم كما يقال بالمثل العربي. كيف يعني اصبحت نستقي اخبارنا؟ يعني الرئيس الفرنسي هو اللي يخبرنا، هو اللي يطمئننا، هو يتكلم. بارك الله فيك. السلام عليكم يا اخي عبد الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اشراك اخويا، احييك يا اخي واحيي قناه العصر الذي تتحدث الحقيقه
ما صدر في الجزائر في العشرية السوداء حتى الآن يا أخي. والله من تسعى مسؤول في الجزائر يا أخي، والله الأوامر تجي مفارصة. شوف يا أخي قلت في قمرك، هذا يعني مجرد كلام. عندنا رئيس الحكومة، عندنا وزارة، عندنا كل حاجة كاينة، والله ما يقدروا يعطوا إلا يعطوهم الأوامر فرصة. شوف يا أخي رئيس فرنسا صرح بوتريقة، وليش إحنا ما نصرحوش به؟ ولماذا؟ ولماذا لما نصرحوش به يا أخي؟ مريض نقولوا ربي يشفيه وربي يخف عليه، وكل إنسان يمر في الدنيا. سي ربح، سي ربح، أنا عمتي عبد الله. سي ربح، كيفاش تفهم أنت ما قلت سي سلال لما حبي يطمئن، ولا مانيش عارف ما فهمتش أنا من القول تاعو، لا قدرت تفهمها؟ راه مريض وفي نفس الوقت يقول في نفس الكلمه اللي مراها يقول انه لا باس عليه، مريض لا باس عليه. انا معك يا اخي بهذه الكلمه، مريض لا باس عليه، كيفاش تفهمها؟ هذا فرنسا هولندا اخي قال مريض سلال وعود كاذبه، قال صحيح لا اقل ولا اكثر اخي، والله وعود كاذبه. سي عبد النور، سي عبد النور اسمع بيا. نعم نعم، فرنسا هولندا الحكومه الفرنسيه قالت له مريض وقريب يروح الجزائر، وسلال يقول راه صحيح لا باس عليه، والله كلها وعود كذبه، والله ما شاف واحد من الجزائريين، اقسم بالله كلش اوامر فرنسا من 62 وهي تحكم فينا 130 سنه وهي مستعمرتنا، 54 68 62 2013 مستعمرتنا. متى شوف تدي كل شوف كاين واحد السؤال اخي باختصار اخي عبد الله. نعم، هدرت فرنسا هولندا على سوريا قال لهم حد يقول مجرم حرب، وحنا في التسعينات مش مجرمين حرب اخي، شوف خاطر ما عندها ثروات وعندها فايده اللي هنا في الجزائر، عندها الدب، عندها البترول، عندها الكاس، عندها الدراهم، عندها الدولار، كل حاجه كاينه، كل حاجه كاينه من الجزائر، ما تطلقناش حتى تخلصنا فرنسا، تخلصنا ما زلت. شوف يروح رايس يجي رايس، يروح رايس يجي رايس، كلهم. وشوف احنا تاعنا احنا يمرضوا يروحوا فرنسا برك، شوفوا مدينه الله يرحمه راح للروس خاطر مع عدو، هي عدو ليه وهي عدو فرنسا. شوف فرنسا يا اخي اللي فيه الكرامه والنيف تاع الجزائر وتاع الوطن، خاطر من العطاء 22 هو، وحنا لهنا موت الشعب يموت ما على بالهمش بها يا اخي، والله ما على بالنا في عبد الله. يعني الانسان شوف وين يتوصل، يروح لفرنسا، انا ما نروحش الله سميث، انا ما نروحش الله هولندا، كل شوف العدو الكبير سي عبد النور يعني في الجزائر هي فرنسا. ما تخطيناش، ما تقعدين كل مره والراجل يتقاضوا يوليو لبعضهم يعني باختصار، ما كاين والو سي عبد النور، والله كلها وعود كذبه. سلال قاعد يكتبها ولا دارتها وكذا، والله ما عارف رسوا على التلفزيون، والله كلش من عنده مليح اوامر او مريض او صحيح، احنا نقولوا ربي يشفيه وربي يخف عليه، ما كاسناش بس والله الشيء اللي قاعدين مسؤول انا ما راحش ليه هو، ولماذا ما يروحش بها سي عبد الله؟ ولا ما يروحش وزير الخارجية من تمشي، أنا ما يروحش وزير الخارجية داخلية وزارة، عندنا مسؤولين يروح عليه العسكر يا أخي، راح للسبيطار تاع الأرمي عندنا حق يروح عليهم، يروحوا عليهم ويطلعوا عليه، وعنده خوه، عنده المرأة تاع مرت خوه وولاد خوه كلهم يروحوا عليه يطلعوا عليه، من حقهم يروحوا للسبيطار. بس ولكن لا غالب ما نقدرش نصرفوا أنا، فرنسا ما زالت تحكم فينا، الله عليك تربح فرنسا، الله عليك تربحها، مسات ورانا ومسات ورا الشعب، قتل الشعب الجزائري. ولكن فرنسا واش ذنبها سي 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 سي, سي رابح؟ هو المسؤولين ذنب المسؤولين هما اللي يعني خلونا الى هذا الحد، الى هذا الحد. شكرا لك سي رابح. المسؤولين اخي المسؤولين كان ما عندش ما هزين مخ، ما عندناش مخ تاع رجاله تاريخ فرنسا هولندا، والله الحكومة الجزائرية الحكومة عفوا الحكومة الفرنسية ما نحتاجوهاش، عندنا الدراهم عندنا فروات عندنا كلش ما نحتاجوهاش، ما عندنا ما نديروا بها فرنسا. بارك الله فيك سي رابح على على هذه المكالمة وهذه المشاركة. ناخذ سي حماني من بوروبا. السلام عليكم الأخ. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك سي حماني. كيفاش راكم الأخ عبد الله؟ والله الحمد لله، تشوف رانا مع تصريحات يعني المسؤولين الجزائريين. لا الحمد لله، لاخذ التصريحات تاع المسؤولين الجزائريين ولا التصريحات تاع هذاك اللي من اخ جمال من البليده. انا عندي سؤال، هذاك السيد هذاك جمال من البليده ربي يحفظه، هو يقول انا من الدياراس. السؤال الكبير، انسان من الدياراس كيفاش يقدر يدير السياسه؟ انا مازال ما فهمتهاش، ياك الدياراس من عليه السياسه هنا في الجزائر؟ اي درك فهمني الى صح، راه في الدياراس كيفاش ما عاقبوهش ولا عاطين له في بالك هو شنو راتوه فيه؟ قول له واحد من بوروبا امي ما يعرفش يقرا،
نسقسيه برك واش من قانون يطبق فيه. لا هو صح من الدياراس نورمالمون، انا سمعته في المغاربيه يقول انا من الدياراس، الا هو من الدياراس ربي يحفظه وان شاء الله ربي، هو جزائري وانا جزائري فقط، حاب نساله يقول لي واش من قانون راه يطبق فيه. الا هو راه من الدياراس يلتزم الصمت وما يدخلش روحه في السياسه، ومانيش عارف على هادو الناس اللي هم مخلينو. وهذا نقول لك هذا عنده تكنيك اعلامي، انت راجل اعلامي، هذا بورفوسي لي ديبا باش الناس تعود تجاوبوا، يولي هو يدخل في القنوات باش الناس تعود تجاوبوا هو وتخلى على الموضوع. ولهذا نقول له انا يا اخي البياج تاعك الناس بنرقد لك به وربي سهل عليك. اما نرجعوا للتصريحات هذو تاع يا اخي عبد النور، ربي يحفظك ربي يحفظك. من وقتها كانت الجزائر مستقله ياك، احنا البريزيدون لا ريبوبليك يهضر معنا اون فرونسي، يسمى ثقافه فرنسيه. يا اخي عبد النور من وقتها كان وزير الاول تاعنا يهضرنا بالعربي. نعم كمل سي، يبدو ان مكالمه سي حماني انقطعت. ناخذ مكالمة أخرى ريثما ناخذ أبو صهيب من عنبة. سي أبو صهيب أهلا مرحبا بك وبناس عنبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد النور، تحية من عنبة الحرة. سلام ورحمة عنبة الله. عنبة التي أنجبت الرجال، ونعرج عن البليد التي أنجبت الرجال وبرهنت هناك رجال. ليس هذا هو الذي تكلم من قبل، أنا أقول له الكلمات التي طرحتها آنفا تصب في مصب الانبطاح والانكسار والتعاسة والكآبة التي تغمرك وتغمر نفسيتك. اذهب إلى المعالج لكي يعالجك، لكي تصبح إنسان يعرف ذاته، أنت لا تعرف ذاتك. اذهب إلى طبيب لكي يعالجك نفسانيا أو معنويا أو حتى روحانيا لكي تعرف من أنت، أنت لا تعرف ذاتك. أما بالنسبة للمداخلة يا أخي الحبيب عبد النور، تحية مفعمة بالعزة والكرامة والشهامة التي يمتاز بها الرجال الأحرار الذين يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. تحية إلى أمنا الحبيبة تلك الجوهرة وهي أم أمين، وإلى حرائر الجزائر الذين أنجبوا الرجال وهي الكوكب المضيئة التي ظهرت من الصحراء ثم عرجت على ورقلة ثم عرجت على غرداية، وهي الآن بإذن الله تعالى ليثنيها أمر حتى تصل إلى مكانها المنشود وإلى هدفها الذي بنته والذي رسمته. والله عز وجل يقول وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم يا أخي الحبيب، إن هذا سلال، نحن في المصطلع علم الحديث هناك علم قائم بذاته وهو علم التراجم. إذا ذهبنا إلى هذا المدعو سلال ونجعل الترجمة على الميزان، من هذا السلال يا أخي؟ هل هذا السلال الذي يتكلم بالكلام الذي لا ينبثق من اللغة حتى من الدارجة، حتى الدارجة التي هي المتداولة على أسر الجزائريين ليس منبثقة من هذا الشخص، يتكلم كلاما هو نابع سمحني من المحشاشة، المحشاشة من يجلس فيها يجلس فيها الرعاة، وليس هناك رعاة في الجزائر، ولكن هذا يمثل البناء والرداءة، الرداءة التي جاءت من خلال تلك المؤامرة الكبيرة التي جعلوا الجزائر من سباحة إلى من كل هب ودب، نعم من كل معيق يريد أن يجعل الجزائر كأنها بقرة الحلوب في الجانب السياسي والجانب الثقافي والجانب الاجتماعي، حتى عرجوا على شؤون الدنيئة التي يمثلها ذلك الاستئصالي وليس له صلة بالدين، ذلك غلام الطبيعة، أنا أسميه غلام الطبيعة لأنه له اسم على مسمى، الاسم الذي انبثق من عند يحيى، ذلك الرجل الذي قال للجزائريين خسارة فيكم أن تأكلوا ممزوج أي بطأيور بين قوسين، وقال تلك الكلمة التي تفوح بالكراهية والبغضاء، جوع كلبك يتبعك، كلا والله
الشعب الجزائري حر بإذن الله تعالى، ولا يستطيع يحيى ولا سلال ولا غيرهم أن يجعلوا هذا الشعب يطأطئ رأسه. لا، كلا والله، هذا الشعب أبي، مع أن أنجبته الأمهات الحرائر الذين ولدوا ولازالوا يولدون الرجال. نقول لي سلال، أنا عرفني برحمتك، عرفني ما هي كلمة مرجوع. ذهب إلى الدوحة يا أخي عبد النور وتدخل في مداخلة أن يريد أن يعطي الوجه الحقيقي للجزائر، ونحن لا يمثلنا، إنما هو يمثل ذلك من العفرون وذلك الشمبيط أو الشبيح، هذا كإسماعيل الذي يتكلم على الجوهرة أم أمين، حيث قال في ذلك المنتدى أو ذلك المحفل المرجوع عندما أراد أن يبين بأن الجامعة العربية هي مرجعية أو مرجع، قال المرجوع. نحن بحثنا في كتاب لسان العرب للمنظور لم نجد هذه الكلمة المرجوع. من أين أتى؟ أتاها من عند خليفة تومي التي تمثل العار والشماس، تمثل البعارة، تمثل الخمر، تمثل المرأة التي لها ليس لها عفة ولا كرامة. نعم يا أخي، إن هؤلاء يمثلوننا يا أخي. هناك في الجزائر رجال، والله وبالله وطالله. نعم، إذا ذهبنا حتى إلى أبنائنا نجد من يعرف يتكلم خير من هذا السلال، من هذا السلال. إن السلال هذا إنه دمية تلعب به بعض الأيادي لكي يغطي أو لكي يجعل هذا الفراغ الذي هو في الطاقم الحكومي، لم يزيدوا هذا السلال لكي يكون مهرج في بعض المواقف. لماذا؟ لأن هناك أناس يريدون أن يعيشون هذا المواقف بتاع الهرج والمرج لكي يجعل الجزائريون ينسون حقائقهم. أبو صهيب، الهرج والمرج، إذن كثر الهرج والمرج في جزائرنا. شكرا لك سي أبو صهيب على هذه المداخلة. نرجع إلى مكالمة حماني انقطعت. سي حماني أو معنا؟ لا، هني معك. أهلا ومرحبا بك، تفضل. لا، فكرة تاعك. هذه الأصوات اللي راه تجيكم هذه من الناس الأحرار، هي يسمى، شوف، كاين الحاجة الوحيدة هي أن هذه الأصوات تفرح باللي أن النظام هذا زايل زايل زايل. يسمى راه كيستيون دو طون، ما تعرف كاش سجرة ولا كاش حجرة طيح، ومن بعد نقدروا نقولوا ثورة ولا انتفاضة، باسكو نتمناوها تكون ثورة سلمية. راك تسمع في هذه الأصوات، خطاش درك هذا هولندا لما يخرج علينا هولندا، شوف الديون برك اللي مسحتهم الجزائر، يسمى مسحتهم بالإرادة تاعها، ما كاش منها مسحتهم بالإرادة تاعها، باسكو ما عندناش إرادة احنا سياسية. احنا ما عندنا برلمان منتخب ولا رئيس جمهورية منتخب، ولا احنا المؤسسات تاعنا كامل هي غير شرعية. إذن انت ما كان احنا ما انا ما كنشوف رئيس الجمهوريه يهضر بالروميه ولا خالد مسعودي ولا سي سلال ولا سامي طونبا، علاه ما سامي طونبا؟ خطرش هاد الناس هادو عندهم ثقافه اوروبيه، ثقافه خاصه فرنسيه، نقولوا اوروبيه ونقولوا فرنسيه. الناس هادو متربيين ومدوا الجزائر، مدوا على فرنسا، ومشي مدوا على فرنسا من بكري. هي احنا ولايه تابعة لفرنسا، باش احنا 48 ولاية، 48 ولاية عندنا العاصمة، ونقولوا ثلاثة ولايات شوية والولايات الأخرى الفقيرة، وعندنا الولاية الكبيرة هي السوناطراك تبع الفرنسا. إذن احنا كيستيون لهنا اللي راه الدور في الجزائر هي كيستيون تاع السوناطراك، كيستيون تاع مال. وترمالي فرنسي واش يديروا بينا؟ كون مشي الثروات تاعنا، بصح باش يدي الثروات تاعو ما يديهمش بحال ما يولي بوروبا ولا بعبد النور ولا بعلي بالعاج، ولا يديهم بواحد ديالو خويا يحطه في الكرسي، وهذاك اللي يحطه في الكرسي هذاك لازم يكون مضمون. غدوه درك احنا بوتفليقه، شكون اللي يقول بوتفليقه سي كي ابريتو؟ سي تان فونكسيونير ديتا، هو خدام عند الشعب الجزائري، هو خدام ماهوش روا بابا خلالو الملك. اذا مادام هو خدام، انا من حقي كو جو باي لي زامبو باش نعرف رئيس الجمهوريه ديالنا وين راه، الا هو في فرنسا ولا راه عند لي زونديكابي كيما راهم يقولوا. خطاش لي زونديكابي كاين بزاف، لي زونديكابي كاين، لي زونديكابي اللي عنده الاخر، كاين لي زونديكابي مونطو. انا نتفاهموا عليها درك، ما نعرف وين راه، الا راهو في هذيك ولا هو في هذيك، يفهمونا واش من جهه، لا هبلوه ولا خرجوه. درك الا هبلوه يقولوا نهبلناه،
ولا خرجوه من رئاسة وراهم يسيرهم مع سي هولوند هذاك شمرة معطي له 2 ملايير 3 ملايير قال جير السيد التحت في لا شامبر نوار واحد ما يسمع به باسكو فرنسا ما تحقش بوتفليقة إن فوك بوتفليقة إذا تخلص الموندا دياله ولا تخلص المهمة تاعه مشي ما عندوش موندا عنده مهمة لما تخلص المهمة تاعه لازم يجيبوا لنا إنسان واحد آخر وهذا الإنسان شكون هو؟ درك هاي تخرج يعني ديبتي تري ما خطرش هنا في الجزائر خلاص لهم هذيك الثورة الشرعية هذيك واحد الوقت جيبوا مدينة من بعد جيب هكذا من بعد جيب هكذا من بعد ولا راحوا جابوا لنا بوضياف بعد جابوا لنا علي كافي ومن بعد ولا جابوا لنا بوتفليقة درك لازم يحوسوا على واحد بس حد الواحد شكون ماتوا صحاب الثورة هذوك ماتوا درك لازم يجيب زيتون زيتون ما يسحقوش في الجزائر يا فرنسا ما تسحقوش لازم الشعب الجزائري هو اللي يطالب زيتون ويطالب بعد بس المدني ويطالب بالشرفاء حنا كي نقولوا هادو نذكروا هادو يطالب بالشرفاء يطالبوكم نتوما عبد النور كيما ذاك السيد اللي قال لكم قبيل نتوما واش راح تديروا لاوروبا ايه عنده الحق تا واش راح دير في لاوروبا اما انا ذاك نجاوبوا قول له هذاك اللي قطع في الفلوكه ثاني جابته فرنسا ياك جابوا الجوا اللي راهم في فرنسا راهم في الامريكان سيدي كادر تاعنا انا شخصيا قسما عظما بالله العلي العظيم ياكم ماشي نتوما اللي عطيتونا المورال وطلعتونا المورال هذا انتوما راكم تكفروا فينا حنا ما عندناش دورنا راه باينه لهنا للدياراس في اي دقيقه حد يجي يخطف حماني يجي يخطفني بوروبه انا صوت حر انا صوت حر ما يقدرش يسكتني يسكتني الا بحاجه واحده هو القتل وحنا اوني بري لما خرجنا لهم رسالنا قلنا لهم يا وليدي بوالا عندنا الاصل عندنا المغاربيه اننا نهضروا فيها حنا نهضروا سلميين الا حبيتوا تضربونا روحوا تضربونا ولا حبيتوا تدونا روحوا تدونا الا الجزائر هذه الا الجزائر هذه لشعبنا لازم تولي للشعب تاعنا ويحكموا فيها هما خطاش نقلقوهم لما نهضروا نقولوا الشرفاء يقول لك راكم تسبوا فينا يا اخي مانيش نسب فيك عيط لهاد الناس الشرفاء اللي رانا حنا نقولوا عليهم شرفاء بالك انت ما كتشوفهم شرفاء ونديروا ديروا حل انا غدوه النهار زرتوا لي انا تعرف شحال في عمري سي عبد النور انا 58 ان جيني بيزوان دو ريان انا كي نروح نجيب فيها امراه والريح في داري خلاص انا ما عنديش البوليتيك درك ندير البوليتيك انا درك راني ناضل من اجل اولاد ولادي من اجل الجزائر من اجل الشعب تاعنا هذا هو درك يجي هولندي يقبلني انا ماشي يقبلني انا قلت لك 58 وانا انسان امي ما نقراش لازم يجيب واحد اللي هو من اصله وفصلوا راهم يديروا لهم لي زاناليز من قبل يديروا لي زاناليز ماشي في لاستيتي باستور يدهم فرنسا يديروا لهم لي زاناليز واش من دم عنده نهار يسب عنده الدم نتاع هيك قطع البحور يقول لك استنى تشوف يعطوه بتاس دو تيست ويشوفوه الى يطولوا الرئاسه ولا يطولوا الحكومه ولا انت واكتشفت لي لي زامباسادور لي زامباسادور تاعنا حنا اللي نديروهم شاكيب خالي نهار جابوه لنا لي زاميريكا حنا اللي جبناه انا شوف قرينا واحدة موديل وكتر خير مالقري انا امي نقول موديل معليش يا كاشا قرينا كان يقرينا في الاقتصاد وش يقول لنا في 68 صارت حادثة ما بين الجزائر وفرنسا بومدين حبي بدل على ليبوك ما كانش لورو كان لفرون جاء باش نبدلوا الدراهم لا 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 فرنسا عيطت للكو ديفوار البنان اللي كنا ما نشوفوهش فرنسا لا برين ديسيزيون باش البنان ما يدخلش نهار يحبوا ما يدخلش هما درك ما يحبوا حتى واحد الا الانسان اللي يخدم لهم البلاء اللي يخدم لهم لي زانتيري ديالهم ولي زوروبيا على شعبهم ما يحبوش مي الشعوب الاخرين سون كورومبيا يكذب عليك باش يقول لك هو يضرب على الجزائري ولا الدروادلو على شعبه يضرب باسكو ينوضوا له الاحزاب تاعو تما اما خارج الحدود يا خويا دير واش تحب ليسونسيال جيب لنا الدراهم واسي كلش والاخ عبد النور نخلو للناس واحد اخرين شكرا بارك الله فيك سي حماني نسمع تدخلات من ناس واحد اخرين الله يسلمك باش ندو افكار والسلام عليكم سلام ورحمه الله وبارك الله فيك سي حماني على هذه المداخله اذا تصرف السلطه ما هي تفتح باب هذا التأويل وباب التساؤل المواطن وهذا عندما تغيب سياسة الشفافية والحكمة المسؤولين والمسؤولية بصفة عامة عند المسؤولين بين قوسين الجزائريين شكرا لك نأخذ مكالمة سي إسماعيل من الجزائر السلام عليكم أخ عبد النور سلام ورحمة الله وبركاته يا أخ عبد النور محترف مقلقش اليوم عبد النور لا تقلق سيدي ما تقلقش أنا نجاوب برك فقط مرض أحيان نجاوب تفضل فضل عبد النور شوف
انا عندي عام غلط مع ام امين، عندي عام اسمع لي من قطاني، اسمع لي من تاريخ لا يرحم فقط. اسمع لي مني، عندي عام غلط مع ام غلط مع ام امين وطلبت منها سمح في المغربيه، وابو صاحب ضركت بدني، انا ما يمثلنيش واحد اخرين، انا وطني، انا وطن. اسمع فهمك، لو البارح كنت في الايروبور في هواري في مطار هواري بومدين، الناس رايحه لباري، الناس رايحه لمارسي، الناس رايحه لنيس، المامو يديروا اضراب ما يروحوش لفرنسا، ورونا الرئيس تاعنا وقعدوا في الايروبور. ايه ولا عندي حق ما عنديش، وقعدوا في الايروبور اعطونا وشوف خاش نفهمك، انا تمشي انا في البلاد ونشوف الشعب، الشعب نسى الرئيس، نسيه الرئيس، الرئيس كيجي دوكا خلاص راهي سي تروطار سي تروطار، حنا نخمو واش خلاص الرئيس نسيناه. شكون اللي يحكم الملا؟ انت فينك سي اسماعيل؟ راه يقول سي اسماعيل سي سلان راه يقول ان الرئيس فخامته راه باطلاع تام على ملفات، وهو يمضي يعني الصحافه الجزائريه الرسميه يعني بينت لنا بانه امضى عده عقود وعده يعني اشياء يعني تهم المواطن الجزائري، اذا هو قال هو يتابع الملفات، والدليل على ذلك هو جاب لنا دليل انه يعني توحش مردود الجنوب وما اشبه من ذلك من هذه المقولات يعني شويه سوقيه يعني، ولكن معليش نعاودوها. اذا هو يتابع، كيفاش نساهل الشعب الجزائري في رايك انت يا اخ عبد النور؟ حنايا هذم هذم الوزاره، هذم اخ عبد النور، هذم الوزاره. نعم اشبه فيا، هذم الوزاره الفوق، حنايا هنا هذو هذو يسرقوا المليارات ما لبناش واش تعرفوا، حنا ما لبنا، انا نحكي لك على الشعب الضعيف، كانت الطبقات، كانت الطبقه تاع الفوق اللي يدوا المليارات شاكيب خليل وبتشيتش والاخرين والاخرين، وكانت طبقه ثانيه تاع الاطباء وتاع المعلمين وتاع، وكانت طبقه ثالثه اللي يرقطوا من الزبل ويرقطوا من الملاك وبابان، حنا الطبقه الثالثه هذه نسات الرئيس تاعها، راه ما بلا راعي، اللي ما كاش اتاسمنا. نعطيك مثال غير اخ عبد النور، نعطيك مثال الساكن اخ عبد النور مامو رئيس بلديه سبي ساكن، خاص رئيس بلديه فوطوا عليه الشعب تاع البلديه هيا وين ساكن يا اخ عبد النور؟ انت كيما تجي شاف دايره شاد بسكنه ورئيس البلد مامو شاف رئيس البلديه وشاف دايره والوالي مامو يكونوا كاع من بلديه واحده باش يعرفوا يعرفوا ولاد بلادهم ويشافوا السكنه بالنظام اللي مضروع يدي هما. لا لا، هو جايب لك الوالي من وهران وجايب لك شاف دايره من الصيف وجايب لك رئيس البلديه من بلدي، رئيس بلدي ما عندوش يدير السكنة هذه، يسبيها شجرة صبية الوالي، أفهم السكنة كيزوزمو عليه على راي، رئيس بلدي كيزوزمو، المهم الوالي ورئيس الدائرة ورئيس البلدية، يكونوا كاع من بلدية واحدة، باش يكونوا متفاهمين على كلمة واحدة وعلى الشعب تاعهم يعرفوا الشعب تاع البلدية تاعهم اللي مضرور، باش يجابوا قاعد يدو اللي مضرور يدي، أنت باش تجيب الوالي من وهران. وجيب لي شاف دايره من الصيف وجيب لي راس البلديه نقول لهم بلديه نعطيك مثال نبعثك جلابيه انا من بوفاريك نبعثك جلابيه في انظار شراب ربي هيدا عبد النور انا من بوفاريك دوك بوفاريك ما تجيبليش انا شاف دايره من ما عرفتش قسنطينه ولا ما على باليش وجيب لي الوالي من سلف وجيب لي راس البلديه من بوفاريك كيفاش يجيب لي ادرى بشعابها سي اسماعيل بارك الله فيك دوك اسمع الوالي يدي الكوطه تاعو الشيخ دايره يدي الكوطه تاعو وراسي اسمع يا عبد النور عينا من الهضره وعينا عينا لازم عينا من الهضره عبد النور عينا واش لازم واش لازم بعجاله بجمله سي اسماعيل لازم هذوك شني لازم هذوك شني لازم ندير لهم تشكه تاع القلب تشكه تاع القلب عنده قلب زي قلبه ميت نديروا له تشكه او ابو صهيب انا ما لحقتكش وانا ام امين صوت منها سمحت لي المغربيه ومزيش عندي عاشور انا شوف المغربيه والعرف انا من اللي بدات وانا معاهم انا تاع المغربيه والعرف وانا باني ناسب على النظام وان شاء الله تبقى دائما الله يسلمك وقول اخي عبد الله في امان الله يسلمك وان شاء الله تشكات على القلب راهي بدات يعني من الشباب البطال هو اللي راه بدا يدير لنا فيها بارك الله فيك سي اسماعيل على هذه المداخله ناخذ مراد نعرج الان على من لوزان مراد سي مراد اهلا ومرحبا بك
السلام عليكم خويا عبد النور. اهلا مرحبا بك سي مراد. بارك الله فيكم الحصه باش ما نطولش بعجاله. اتفضل. اما باش يقول هذا يا سلال انا يعني لا يسمع فيا نقول له ما عنديش حتى اجابه، ما تستاهلش حتى اجابه مني. المهم الموضوع الثاني خويا عبد النور، موضوع ثاني شوف حنا جزائريين هنا في سويسرا نحكي لك هكذا برك بعجاله. رانا يعني نرقدوا ونوضوا بالجزائر. ماشي باهلنا، بالبلاد ديالنا دابور ومن بعد الاهل ديالنا. كي نقولوا الاهل ديالنا سي الشعب ديالنا. هاد الموضوع اللي درتو على هاد الشخص ولا هاد اللي المسؤولين بصفه عامه، حنا ذكرنا يعني الرئيس تاع الهيئه التنفيذيه ما تسمى بالهيئه التنفيذيه. هذا يلاه واعلم خدا واقيلا 20 مدولو، ما خداش اسمح لي، مدولو 20 منصب الله اعلم. يعطينا البيلو واش دار، وين خدم هذا واش دار، واش نجح، اسكو غرس البطاطا وناضت له، اسكو جاب الدواء الناس المراض، اسكو مد للبطالين، اسكو زاد الشيوخه ديالنا ومالينا لي روتريتي، اسكو صبغ حيط، ما دار والو هذا الانسان. هذا الانسان ما يمثل حتى واحد. حنا عندي نداء برك نقولوا للناس باللي يلزم دركا كل واحد جزائري يسمع وكل واحد يشوف في روحه في المرايه ويتكلم، يقول ماذا بيا واش نمد انا اليوم للجزائر، باسكو البلاد راهي في خطر، راهي في خطر عظيم. واش نمد درك الجزائر حتى ويكون يعني تكون يعني اكسيون، زعما تكون عصيان مدني قال الجزائريين يا سيدي ديروا نهار ما يخرجوش من دارهم، يتفاهموا ينظموا ما يخرجوش من دارهم باش تروح هذه الطغمه الحاكمه، هذه العلبه السوداء اللي راهي زرعت كونسير في الشعب الجزائري، في المرض، الهم، لي سويسيد، المشاكل، المشاكل العائليه، كلهم اسبابهم هاد الناس، فهمت؟ المهم نقول لهم كملوا توما في النظام، ولكن حنايا والله العظيم ما رانا حابسين حتى نهار يجي الاستقلال تاع الصح وتروحوا ويروح الهم معاكم ان شاء الله، وتعاود تطل الشمس مهما كان الليل طويل، الشمس تعاود تطل على الشعب الجزائري. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك سي مراد على هذه المداخله وشكرا لك ان شاء الله. ناخذ سي عثمان من البرج، نرجع للجزائر الى البرج، برج بوريريت. سي عثمان اهلا مرحبا بك. وبك اهلا وسهلا، واش راكم الاخ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. واش راكم انتم في البرج؟ الاخ الحمد لله ربي على كل حال. الموضوع تاعي ماشي هو الله يحفظك. انا قريب نخلصوا ولكن نحكيوا على المسؤولين في الجزائر، المسؤولين او المسؤوليه في الجزائر. لماذا اصبحت بهذه الرداءة يعني بهذه الرداءة حتى ان اصبحنا يعني مصدر التنكيت من طرف الشعوب الأخرى يعني؟ نعم، عندما تصبح المسؤولية يعني ليس تكليف، وتصبح المسؤولية تشريف، وتصبح احنا في الجزائر نعرفوا كيف يطلعوا المسؤولين. اكيد اكيد انه رايح كاين الحديث عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه نهار جاليه رسول كسرى فوجده يعني كما نقولوا وجده تحت الشجره نائم، فقال له يعني كانوا يحلوا هذو الفرس، كانوا يحلوا يشوفوا الواقعه يحلوها. قالوا عدلت فأمنت فنمت. هذو يعني كما نقولوا ما كان لا عدل، ما كان لا راح الامن، ولا كامل حراسه الجزائر، ولا كامل انه كله نروحوا نهزوا السلاح ونروحوا نحرسوا. واش من المسؤولين اللي بقاو؟ واش من الشعب اللي بقى؟ يعني كيما نقولوا ولاو المسؤولين حنا في الجزائر يعني يتنصبوا كبيادق فقط، ما عندهم حتى مستوى، ما عندهم حتى يعني كيما نهضروا بكل صدق بكل صراحه. نعم. ما عندهمش مستوى يعني كبير اللي يقدروا يسيروا بلاد. لا خفاش علاش؟ لانه كاين الناس راهم يسيروا من بعيد، كاين الناس راهم يسيروا بالتيليكوموند. ويعني حبيت نذكر الموضوع تاع اليهود فقط في الجزائر. احنا يعني انا نشكر الاخ عبد الغني في قناه المغاربيه اللي قال باللي انه الرئيس يعني دار يعني جماعه كبيره من سلمسان. انا نقول له بارك الله فيك، ونقول له يعني كاين حاجه اكبر نزيد نقولها، انه كاين اليهود في الجزائر، والدليل انه اللي حب يطالع في سلمسان بالذات، في سلمسان بالذات كاين يعني كما نقولوا هذا في العهد العثماني، يعني في العهد العثماني نهار كانت الحروب الصليبيه للجزائر، وكانت فرنسا تحوس على الجزائر. يعني كما نقولوا كانت نبروما فيها يعني اليهود، كان اليهود يعني كان فئه كبيره من اليهود في نبروما يعني اللي حاب يطلع. ولكن الشيخ مبارك سي عثمان،
نعم. اليهود يعني بنوا بلادهم او بنوا يعني فرين شغالهم كما يقولوا، ولكن يهود من 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 جلدتك هو المشكل تاعنا. لا لكن يهود الجزائر، تسمح لي يعني ثم فكره فقط، يعني قلت لك في العهد العثماني اين يهود الجزائر؟ يهود الجزائر هم اللي هم خربوا في الجزائر، يديرونا مسؤولين يعني ينصبوهم عن طريق جهويه وحزبيه وكذا وكذا وكذا، ما عندوش مستوى كبير، ويهود الجزائر راهم كاينين، ويعني هذا الموضوع لازم 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 نفتحوا هذه الورقه تاع اليهود. بارك الله فيك سي عثمان، خرجنا شويه على الموضوع، ولكن نشكرك على هذه المداخله وهذا الاتصال، ونرجو ان تتصل بنا مره اخرى ان شاء الله. اذا والله كما قل كما قال المثل او الحكايه النكته، ان الفلسطينيين، ان فلسطيني اذا طلب من يهودي قال له لماذا يعني اخذتم لنا الارض الفلسطين، فقال له عندما ترجعون لنا يهوديتنا او تيهودي تاعنا نرجع لكم احنا الارض تاعكم. احنا اصبحنا يعني نقوم باعمال وننسبها الى ناس اخرين يعني وامم اخرى، ويعني في الحقيقه يعني الدهاء يعني وشيء صرنا في الجزائر يعني ادهى واعظم. اذا قلت زياده للنواب وصدقات لصندوق النقد الدولي بالمليارات ومسح ديون للدول الافريقيه ومسؤولين يهرجون ويمثلون ويتحكمون لمنطق الشكارة، وفرنسا تصرح وفرنسا تفند وفرنسا تستبيح وفرنسا تطمئن والمواطن في خبر كان. أليس من المضحك والمبكي أن يتهم الشباب البطال بالعمالة ورئيسنا يتداوى في مصحة عسكرية فرنسية؟ فهذا لا يحدث إلا في بوتيكة ملكها اسمه طاب جنانو وحارسها سلال. تحياتي لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كاين. ديكا شي ماشي قادر تكتبوا ليا يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.